هادو علاش كاع في الطفول تحب كرة القدم. شوف هسه قاعد الساعة 8:30 الصبح، اليوم عندي موعد مهم، هسه قاعد ابدل، وترقبوا انه راح التقي بشخصية مهمة بالسويد كليته، احد الشخصيات المهمة والشخصيات المشهورة، وراح انه تصدمون هاي الشخصية منو وكيف. بعضكم راح يعرف هاي الشخصية اللي عايش بالسويد، وبعضكم ما راح يعرفها، فانتظروني. المشكلة بنفس الوقت هسه قاعد اريد اطلع، وهمين انا وش قاعد اشوفون بالمحاضرة، عندي محاضرة هاي اونلاين، هاي كلهم قاعدين وقاعد نمتحن، فراح اكون بالمحاضرة واروح عمد اشوفكم، وراح اشوفكم مهرجان غريب عجيب، راح تتونسون. وهسه مثل ما تشوفون هذه الاطفال قاعد يعلموهم على اللعب. شوف هاي المحافظة مال هاي المنطقة، قاعد تعلم الاطفال على اللعب وتخليهم يلعبون ويتونسون، ويروح يوزعوا لهم جوائز بعدين. الماما من العراق والبابا من سوريا، ما هاي والدتها من العراق وابوها من سوريا. يا محلاها كريستينا لاعبة قدم، تلعب في الجناح الايسر من لاعبي كرة القدم، لتثبت ان العراقيين والسوريين هم من خيرة ابطال الرياضة، جذورهم تمتد في السويد. مو حبيبتي انت تحبين لعبة كرة القدم؟ شو تفكرين بالمستقبل تصيرين لاعبة في السويد مشهورة؟ دو تنك دير سومي كيشندس از فاريا اي فرانتي دو عليش كاع في الطفول تحب كرة القدم. برضه كريستينا شوفون هاي مجاميع، هذا مجموع الاعمار يمكن من 10 وهيجي، وهاي اعمار الصغار، فقاعد يدربوهم ويعلموهم. فمن هاي النوادي طلع زلاتان، اللي يحب زلاتان. شوف راح يوزعوا الجوائز للاولاد، عمود يشجعوهم على الطاولة. مو فريال لا لا. هاي جروبات مختلفة. نعم. كل طفل راح يطلع كرة، وهذا المحافظة هي متبنية هذا الشيء. سوتيليا كومون، هيدي سوماسكوي. اوكي، بو غروند اوف اومستانديهيتنا، سو ايري سو ات كان بارا ها 40 بون. Vi är jätteglada för det. Vi har med oss lite gäster också. De har... de var med för... والشخصية اللي قلت لكم راح أخليكم تلتقون بيها، وشخصية مهمة، أحد الشخصيات بالسويد معروفة، وبعضكم ما راح يعرفه، بعضكم راح يعرفه اللي عايش بالسويد. فخلنا نشوف. أنا هذا الشخص اخيرا استاذ كريم. يا مرحبا بكم. شلونك استاذ؟ ومرحبا بهالقناة الجميلة اللطيفة اللي اتمنى ان اتواصل وياها دائما بالافراح والاتراح والمهرجانات الرياضية والفنية. استاذ كريم عرفنا بحضرتك، منو حضرتك؟ انا اسمي طارق الخزاعي من بغداد، مخرج وكاتب مسرحي وبطل رياضي في المبارزة ومدرب مبارزة وممثل إعلانات لشركة الكوميك السويدية وتيليا 2 العالمية. يا سلام. فهذا يعتبر نموذج من النماذج اللي المهاجرين اللي طلعوا العربي النجحة، واللي قدموا شيء وصلوا لشيء، فكل الناس تحبه بالسويد. ليش؟ لأن قدم لهم شغلة بسيطة، هو إنه بأسلوب راقي. فنحييه على هذا الشيء. وش تنصح الأطفال أو الناس الجدد اللي مثلا على الدولة بالنسبة السويد أو أي دولة أوروبية مهاجرين جدد؟ أنصح كل مهاجر أولا أن يقرأ ويتواصل مع كل محبة، بكل محبة، مع الفن، مع الثقافة، مع الرياضة، مع المجتمع،
لا يفكر انه منتمي لوطن واحد، لان العالم كله وطنه. لا يفكر ان يكون عنصريا او مغلقا على نفسه، يجب ان ينفتح حتى ولو جابه الإساءة، يجب ان ينفتح. بدليل انا الان في السويد من اصل عراقي، صار لي 8 سنين اعمل مع شركة الكومفيك السويدية وبنجاح. شركة كونفيك شنو يعني؟ هي شركة عالمية للاتصالات التليفونية بسعر معقول ورخيص للتواصل مع 130 بلد في العالم. ايه شكرا استاذ. حتى الاطفال يحبوا. ها؟ حلوها يا حلوها. شوف حتى الأطفال يعرفوه يذك كلها تحبه. شغليكم بر شغليكم يا بيت انت ويا فشتور وانا مستني على الدور. شغليكم بر شغليكم يسبيل الرافوت فور ويه تردو ألكسندر يتبغى ألكسندر. هؤلاء هم أصدقائي من المعجبين بي في إعلانات الكومفيك. تصوروا هذه الأعمار، تعرف عمهم كريم كومفيك، يعني هذه الأعمار الصغيرة. ألكسندر دو يلر بيري كلام ألكسندر؟ يلر بيري كلام بوتيبي؟ يعني شتين كلام. يوه شت يوه شت يوه شت. كلهم يشوفوني بالتلفزيون ويشوفوني. أنت يا كريستينا لا شتا دو يلر ما فوق دو يلر بيري كلام. يا الله السور سوفا يقولون تسوي مغامرات بالسوفا ولا يا عريسكا عيل. اوكي يا تروح 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 Karim Konvik, han heter Nåt annat än Karim Konvik, men ni får, jag får säga det, det är Karim Konvik, han är här, välkommen. Han heter Tarek, på riktigt. Sen har vi en som gillar mycket barn och följer dem och skriver mycket om dem i sociala medier, vår vän Mohammed. Sen har vi... Sion, kom fram. Kristina! 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 Varsågod! Simon! Kristin! Kärlekommor! 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 Jag vet inte och jag förstår! Jag vet inte och jag förstår! Och jag bestämmer alla dör! Jag vet inte och jag förstår! Kärlekommor! Kärlekommor! Jag vet inte och jag förstår! Kärlekommor! Kärlekommor! Och jag bestämmer alla dör! Kärlekommor! Kärlekommor! Jag älskar er!
كلابينج انت على اي جرام انا فوق الجنة. حضرت هذا اليوم في احتمال سمو فوتبول سكول الصيفي اللي انعقد في مدينة سدر تالية، ووزعت هدايا على الشباب المشاركين في هذا المهرجان الرياضي الرائع اللي أتمنى أن ينتشر ليس في سدر تالية وإنما في السويد، وأيضا أتمنى أن يتحول كتقليد إلى الدول العربية لما فيه من منافع رياضية وروحية ونفسية تخص جميع الشباب المساهمين في هذا المهرجان الذي يمنحهم عشق الرياضة والتمتع بالوقت والتمتع بصداقات وإقامة علاقات جديدة مع آخرين من مدن مختلفة. Hejsan, jag heter Leif R. Karlsson och jag är för detta ishockeyspelare och är även grundare av Crowns. Och jag är här på Sommarskoj fotbollsskola för att dela ut lite priser och det är alltid så kul att vara här. Jag hoppas på att det här blir större och bättre i framtiden. Och här ska kallasna och rach rohna kill. عازمين على كل اوكي. شوف هذا ما يصير ينذب الارض، هذا تعتبر مخلفات، فشوف يا طفل درماه هذا لازم ما يصير. شوفوا حافظ على نظافه مدينتكم او دولتكم ببساطه، هذا عمل انساني يعتبر او مو عمل انساني، هذا يعتبر عمل حسن، ما راح اخسر شيء، حطه هنا وذبه. هسه طبقنا احنا وهسه رايحين للمطعم، هذا اسمه لاقونا، راح نروح ناكل جوعانين. هذا المطعم شوفوا، مطعم وقاعة مال اعراس من شيء حلو. مكان جميل. ايه هذا مال اعراس. الاعراس ومطعم هم من لاقونا اسمه حلو. وهسه راح ناكل، نزل الاكيل. نصيحة بعد ما تاكل امشي. اوكي؟ يعني هاي نصيحة طبية. لأن إذا تبقى جالس وما تمشي راح يأذيك. تأذى معدتك. بس أنت قبل لا تمشي أول بعد الأكل انتظر نص ساعة جالس. حتى المعدة تاخذ استقرارها وتاخذ طريقة هضمها وبعدين تبدي تمشي. لان يعني انت لازم تصرف الطاقة اللي استهلكتها، اللي يعني اكتسب الطاقة فلا تصرف حسب نوع الاكل، قد ما تاكل قد ما لا لازم تتمرن اكثر. ف 75% من الصحة والحفاظ على الجسم والرياضة اللي هي شوف هاي الغابة هسه راح اروح اصعد لها. هنا عبارة عن كلها غابات وشجار. عم نتمرجح. ها ها ها. في الحياة والطبيعة. وأصوات العصافير. وبعد الأكل تجد تتمرجح هنا. وي وي وي. في الجو الخلاب. راح اشوفكم واحد هسه قاعد يصفي، اللي قاعد يصفي شنو افضل لاعب؟ افضل لاعب هوكي ليف في السويد، بل افضل لاعبي الهوكي العالميين وليس في السويد. Jag heter Leif, Leif R. Karlsson och har spelat professionell ishockey i Sverige. Yeah. Which advice you can give to the youth? Oh, it's very nice to see them doing things, but it's the most important advice I think is to for
of these old people, telling them that they are good enough, doesn't matter how how good they are. They are good enough as people, because it's very difficult. Some people in the beginning are doing well, and some people don't continue. So therefore it's very important that you say you are good enough and you are fantastic, and they feeling the self-confidence. That's the most important. Encourage what we have to give them. Yeah, I think that's the most important. Okay, thank you. Ти впадеш зараз. جائزة محمد يستاهل. اليوم تمت دعوته برنامج الأطفال الصيفي. نسأل الله أن يوفقه ويزيد عدد المتابعين له.